وللحديث عن لجنة التحقيق الجديدة في قمع المتظاهرين وأيضا جدية الحكومة في ملاحقة الجناة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مرحبا بكم. يعني كما استمعتم هناك مطالبات ثورية شعبية بمحاسبة قتلة الثوار، لكن هل تعتقد أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات ضد الثوار قد بدأ في تحقيق مطالب الثورة دكتور؟ مساء الخير عليكم جميعا، رمضان كريم والرحمة والخلود لشهدائنا بهذه المناسبة. الحقيقة أنا يعني لا أعول كثيرا على الحكومة الحالية، رغم أنه هناك تصريحات جدية، وأشار السيد رئيس الوزراء في خطابه الحكومي الأول إلى جملة مهام تنتظر الحكومة، لكنه لو نظرنا للحكومة الآن ب 15 حقيبة وزارية شكلت ويعني اجتازت موافقة مجلس النواب، هذه ال 15 هي أعتقد هي محاصصة، وزارات محاصصة، لأنه سقطت خمس وزارات، يعني خمس وزراء لم يتفق لم ينالوا موافقة المجلس، باقي وزارتين. أنا اللي الحقيقة أشوفه بشكل صادق وبشكل صريح أنه طالما العملية السياسية الآن مثل ما يقول يعني بين مد وجزر، بين ضغط الثوار وضغط الشارع وضغط المجتمع الدولي وإرادة الكتل السياسية المنكسرة نسبيا الآن بعد أن رضخت إلى مطالب الجماهير، سقطت الجماهير، سقطت حكومة عادل عبد المهدي، ثم بدأت الآن بعض التشريعات وبعض التعديلات، لكنه لحد هذه اللحظة هي تشريعات يعني مثل ما يقول معالجات شكلية ترقيعية. المفروض يفترض الآن اللجنة تكون تشكل من قضاة ومحامين ونشطاء أكاديميين محايدين، يعني لا يعتمد فقط على مجاميع تحت ضغط الميليشيات وضغط زعماء الكتل السياسية اللي شكل الطبقة السياسية الفاسدة الآن. نعم. هذا هو المبتغى الآن الحقيقة، لأنه الثوار لن يسكتوا، هؤلاء الشهداء أولادنا، أبنائنا، زملائنا، يعني مثل ما يقول كل رفاق المتواجدين الآن في ساحات الاعتصام هم يطالبون ليس بالثأر وإنما بحقهم. نعم. في إعادة كرامة الشعب نتيجة هذه الخسائر الكبيرة التي قدمها الشعب العراقي من أكثر من 700 شهيد وأكثر من 27 ألف جريح ومعوق ومصاب. دكتور حامد، يعني بعض النواب يقولون ان هناك ادله قاطعه تؤكد تورط ضباط ومسؤولين وقاده ميليشيات كبار بقتل المتظاهرين، هل يستطيع الكاظمي إدانة هؤلاء القادة وقادة الميليشيات وضباط عسكريين كبار ومن ثم محاسبتهم من خلال هذه اللجنة؟ هل يستطيع ذلك دكتور؟ إذا خلي شروط وأولويات أو مثل ما نقول يعني معالجات بموازاة اللي يجري الآن. نعم. إذا تم التحقيق يجب أن يقضي يحصر السلاح بيد الدولة. طيب. يجب أن يحد من نشاط الميليشيات. طيب. يجب أن يكبح جماح الأطماع الزعامات والمافيات وعصابات الجريمة المنظمة، هذه شروط مهمة جدا يجب أن يعمل عليها ليل نهار، والآن هو يمتلك بعض مثل ما يقولون المفاصل المهمة، مسك يعني أولا جهاز مكافحة الإرهاب بيد يعني الاخ عبد الوهاب الساعدي. نعم. الان وزير الداخليه انتقل من رئاسه الاركان الى وزاره الداخليه والان شخص بعض الامور. نعم. هذه المفاصل المهمه الان بالجيش والداخليه، وحتى ولو اقتضى الامر الان حتى لو يستعين بخبراء دوليين، يعني ينقل هذه الملفات الى محاكم دوليه، احنا املنا على هذه النقطه منذ البدايه انه المحاكم الدوليه في محكمه الجنايات الدوليه، محكمه الهاي، وهناك محاكم ايضا في اوروبا يجب ان تنظر الى هذه الملفات وتشخص بدقه، لانه اكو افلام واكو وثائق تكشف حقيقه
الجهة التي قتلت المتظاهرين، ولذلك احنا ليست بصعوبة العملية هذه إلا إذا توفرت الإرادة، إذا كانت هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة، لدى السيد رئيس الوزراء، إرادة وليست كلام وليست قرار فقط يتخذ وتستمر الأمور على حالها. طيب، لكن المسألة تحتاج إلى فعل الإصرار وإرادة صادقة في أن يحاكم قتلة الشهداء. طيب دكتور، من الناحية الدولية، يعني بعثت الأمم المتحدة في العراق شددت في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الوضع في العراق، وأيضا على وجوب محاسبة المتورطين بقتل المتظاهرين والثوار. إلى أي مدى ستضغط هذه الإحاطة على الكاظمي بأن يكون هناك لجنة شفافة نزيهة، يعني تسمي بأسماء الذين قاموا بقتل المتظاهرين؟ ممثلة الأمم المتحدة اليوم، أنا يعني اطلعت على واحدة من النقاط المهمة الحقيقة اللي ذكرتها ناسخارد، اللي هي فعلا أشارت إلى قضية محاسبة قتلة يعني المحتجين أو شهداء الانتفاضة. هذه قضية مهمة جدا. يعني شوف، حتى السيد مصطفى الكاظمي وحكومته تبني جسور ثقة مع الشعب العراقي ومع المجتمع الدولي عموما، هو لا عليه أن لا يكتفي بمكالمات تليفونية، قسم من عدة بروتوكولية لابد وأن تحدث. يعني إذا كان يتصل به من سكرتير الأمم المتحدة أو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو رؤساء دول أوروبية وعربية وغيرها، لا، هذه قضية جد بروتوكولية واضحة، لكنه الأهم أنه فعلا ينفذ ما يتطلب من عنده الآن على الصعيد المحلي والدولي، أن فعلا يبرر ثقة هؤلاء الآن المحتجين بساحات الاعتصام، يقول لهم ها أنا الآن أحاسب قتلت زملائكم ورفاقكم، رفاق الدرب اللي فعلا فقدتوهم خلال الأشهر الماضية. إذا فعلا بنى هذه جسور الثقة، لا يكسب فقط المتظاهرين، الشارع كله، المجتمع العراقي كله يقول له أنه بارك الله بيك ونحن معك وسير إلى أمام، لأنه هذا أول الملفات المهمة جدا يجب أن تأخذ أولوية. يأتي فيما بعد إلى محاربة الفساد، كشف حيتان الفساد واسترداد الأموال التي سرقت، ثم يأتي أيضا دكتور، هل يستطيع تلبية مطالب المتظاهرين؟ هل يستطيع مثلا القضاء على الفساد، محاسبة الفاسدين، وأيضا تقديمهم إلى العدالة في هذا الظرف الراهن؟ إذا تسمح لي، نعم، أنا أعرج على نقطة مهمة، يعني طيب، ما لها علاقة باللي يحدث الآن. نعم، الكابينة الوزارية لم تكتمل الآن. الآن الوزارة بها 7 مناصب وزارية شاغرة. أنا أقترح من باب الحرص، أقولها من باب الحرص على السيد مصطفى الكاظمي ونواياه، إذا كانت هناك فعلا نوايا صادقة، نعم، في عمله، وأنا ما يعني أخلي نكون حسدين نوايا إحنا من جانبنا. طيب، أن يستكمل هذه الكابينة الوزارية بممثلي الانتفاضة، يبعد أول ما يقضي على المحاصصة البقيتة، هنا هو هذا المخرج الحقيقي. والآن بعد ما مرضت الوزارة ب 15 حقيبة وزارية، لا بأس، الآن هو رئيس وزراء، ما حد يقدر يقول له أنت تمر أو لا تمر عبر مجلس النواب. إذا كمل هذه الوزارة ويرضي الشارع ويرضي، لكن دكتور حامد، هو أصلا مصطفى الكاظمي أتى من خلال توافق الأحزاب على شخصيته لرئاسة الوزراء، هو أتى بتوافق الأحزاب. هذا كلام سليم. طيب، لا، هو طبعا هو اجى، انا ذكرت بالبدايه، قلت هذه 15 وزاره مرت بالمحاصصه، بنظام المحاصصه، نعم، ما فيها شك، لكنه اذا اجى بدل ما يكون احنا نسميها 50-50، يتقاسم، نعم، الحكم، السلطه، نص للشعب ونص للكتل السياسيه بنظام المحاصصه، وشيئا فشيئا يبدا التغيير، احنا نقول اوكي، ثلثين تشكلت الوزاره الان، نعم، عليه أن يكمل الثلث الثالث بممثلي الشعب. هذا مهم جدا حتى يطمئن هو ويطمئن الشعب إلى أنه الوزراء القادمين سوف يعملون مخلصين إلى جانب يمثلون الشعب. نعم، هذا الثلث المهم يكون فاعل، ولذلك أنا أركز على هاي النقطة. أما إذا فشل فأنا ما يعني ما أستبعد أن الحكومة إذا بقت على نظام المحاصصة، صدقني عمرها سوف يكون قصير، نعم، ولا يمكن أن تكمل
تكمل مهماتها ولو حتى تهيئة انتخابات مبكرة عادلة حرة ونزيهة، لأنه هي هذا الاختبار الحقيقي الآن أمامه، أنه يجب أن يصف إلى جانب الشعب وينفذ مطالب الشعب العراقي بكل ملفاته. عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.